السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده ممتع جدا. فيديو النهارده السيدة هنشوف حماسها في الارض بتكون عامله ازاي، وكمان بتزرع المحاصيل بنفسها، واهتمامها كمان بكل المحاصيل الزراعيه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا كده هنشوف كل حاجه في فيديو النهارده. بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. هنشوف النهارده كمان مع بعض انواع الخضار والفاكهه والحاجات دي كلها اللي هي بتزرعها بنفسها. هتاخدنا كده الاول معاها جولة في مصنع الاسمدة اللي هي بتتعامل معاه، وبتجيب منه كمان السماد الخاص بالصعوبة الغذائية اللي موجودة عندها. هنشوف هنا كمان برضو كده، شايفين طبعا المصنع من جوه عامل ازاي، وطبعا دي كل اللي هي المحاصيل اللي ممكن تجيب منها عينات وبتزرعها عندها في الصعوبة الغذائية. شايفين طبعا كمان شكل الصعوبة الغذائية اللي موجودة عندها بكل المحاصيل اللي موجودة. هنشوف طبعا فيديو ممتع جدا وفيديو مختلف ومميز جدا. تعالوا طبعا قبل ما نكمل الفيديو زي ما قلت لكم طبعا للاخر، ما تنسوش طبعا يعني تفوتوا مقطع من المقاطع. المقاطع دي كلها حلوة جدا. شايفين برضو كمية الشجر والزرع اللي موجودة عندها، شايفين طبعا بقى كل الكمية اللي موجودة دي، وهي طبعا بتجيب كمان زرع من ده وبتبدأ كمان توزع على كل الناس اللي عندهم جناية. شايفين طبعا منظر الجناية اللي موجودة عندها، شكلها حلو جدا، وعندها طبعا انواع كتير جدا من الاشجار بمختلف الالوان والازهار كمان. وهنشوف مع بعض كمان مجموعة من الورود، شكلها مميز جدا والوانها وروايح مختلفة جدا. هنشوف طبعا كل الكلام ده مع بعض واحنا بنكمل فيديو النهاردة، وهنشوف طبعا كل المواهب المتعددة عندها بتكون عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده طبعا كل الاشكال بتاعت الشجر زي ما قلت لكم موجوده، وكمان برضو هنا ده كل الكروب بتاع العمل بتاعها. وهنشوف هنا كمان برضو كده وهي بتظبط الدنيا عندها في الارض اللي موجوده كده عندها. طبعا بتبدا بقى كمان بتقول يعني لو في حاجه عايزه تشال من الارض، في حاجه عايزه تظبط، كل حاجه بتعملها بنفسها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبتقول طبعا الزرع ده بيكون محتاج اهتمام كويس جدا، فهي بتقول اي حاجة اول باول بحاول ان انا اشيلها. بيشيلوا طبعا كمان كده الشجر اللي هو اشبه بان هو يكون مات شوية، الاوراق الشجر الدبلان اللي واقع على الارض، كل حاجة طبعا بيحاولوا ينسقوها كده زي ما احنا شايفين. فطبعا فيديو النهاردة مختلف شوية. لو عجبكم الفيديو طبعا هستنى التعليقات الحلوة اللي منكم تحت في الفيديو، اللي هي طبعا ايه اللي بيقول ان كان الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ولا لا. هنشوفها كمان كده وهي بتظبط برضو الزرع بنفسها، وبتحاول كمان تظبط طبعا الحجم بتاع الشجر عشان يطلع بشكل متناسق. طبعا بتعمل كده حواليه زي سور صغير طبعا بالخيط او طبعا باي مادة كده، بحيث يطلع اخد نفس الشكل بتاع اللي هي محددة دلوقتي قدامنا. وهنشوف كمان برضو من جوه منظر الصوب الغذائية من جوه عاملة ازاي. شايفين كمان برضو شجر التوت اللي هي كانت مطلعاه شكله حلو جدا، واهتمامها طبعا بالمحاصيل كويس جدا. هنا كمان برضو كده منظر الارض، ومقسمة طبعا الارض عندها كده لتقسيمات مختلفة، كل قطعة صغيرة من دول بتكون محددها لزرع حاجة معينة، وبتهتم طبعا يعني بتقول بأصغر حاجة لأكبر حاجة عشان تحافظ على المحاصيل وتطلع معاها حاجة كويسة جدا. بترشها هنا كمان كده بالمية، بترشها كمان بالمبيدات طبعا اللي بتقضي على الحشرات اللي ممكن تطلع وسط الزرع. فبتقول طبعا لازم تهتمي بكل حاجة، وفي الآخر هيطلع معاكي انتاج كويس جدا. هنا كمان برضو كده بتقول التربة دي، انا بحاول كمان انقي الترب اللي تبقى صالحة معايا للصوب الغذائية عشان تطلع معايا انتاج كويس. بتقول هنا كمان ده طبعا بعد فترة طبعا، شايفين بقى ما المحاصيل بدأت تكبر شوية، بتحاول كمان تهتم بيها، وبتحط كمان على التربة او بين المحاصيل كده شوية من الاسمدة اللي بتغذي التربة عشان يطلع معاها الزرع كويس جدا. بتقول ناس كتير جدا بتفكر ان الموضوع سهل والموضوع مش متعب. هو اي نعم متعب، بس هي بتحب الموضوع ده جدا، وبتقول بحس براحة نفسية وسط الزرع، وان انا بقوم طبعا بالمهام دي بنفسي، فهو ده يعني شغلها اللي هي بتستمتع بيه. هنا كمان برضو اثناء ما كانت بتجمع التربة عشان تقسم التقسيمات اللي احنا شايفينها دي، وبتقول بتحاول تعمل كده طبعا عينات من الزرع زي ما احنا شايفين، وبتقسمها طبعا كويس جدا بحيث تبقى تطلع معاها مظبوطة، وبتبقى عارفة كل حاجة بتحط لها كده الاوراق بتاعتها، يعني تبقى عارفة دي هتطلع معاها زهر ايه
ايه ودي هتطلع معاها مثلا وردة ايه، دي هتطلع حبوب ايه. فبتقول طبعا لازم أن تكون انت مقسماها كده وعارفة هتطلع معاكي اشكال ايه، لان طبعا هي بتعمل مجموعة كبيرة جدا من الاثار او من الانتاج طبعا، كمان زي ما شفنا سواء خضار او فاكهه، فبتبقى طبعا عايزه تعرف كل حاجه لانها بتعمل كميه كبيره عشان ما تتلخبطش، وتبقى عارفه كل حاجه هتطلع معاها باسم ايه او بشكل ايه، وتغطيهم برضو كده كأنهم صوبة غذائية صغيرة، برضو بتغطيهم طبعا بأكياس معينة كده صالحة طبعا للصوب الغذائية. وبتقول بقى أنا وسط ده كله لازم ألاقي لنفسي كده وقت ما إن أنا ألاقي فيه نفسي وراحة نفسية ليا. فبتقول طبعا مفيش أجمل ولا أحلى من القعدة في وسط يعني الجو الرائع ده، وسط الورد والزرع والريحة الحلوة والجو طبعا المشمس الرائع ده. ومع ذلك طبعا بتقول ممكن نقعد وبنعمل طبعا وقت للغدا زي ما احنا شايفين كده، بيجيبوا اللحمة المشوية بتاعتهم او الفراخ اللي هم متبلينها، وبيقعدوا طبعا يشوا بقى وسط الجو الهايل ده. وبتقول طبعا بيبقى يوم حلو ومسلي وممتع جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده شكل الصوب الغذائية من جوه. شايفين بتبدأ كده كمان بتقول بعد ما خلاص حطيت الزرع بتاعي وسقيت المية، بتبدأ كمان كده تقسمها وتحط عليها الصوب الغذائية. وبتقول ممكن كمان برضو احط عينات الزرع دي، وهبدأ طبعا بعد كده ان هي تحطها كويس جدا، وبعد كده هتبدأ تغطيها كويس باللي هو المشمع الصالح للصوب الغذائية اللي احنا شايفينه. وشايفين طبعا كمان برضو من بره تحسوها اوضة اشبه باوضة بلاستيكية شوية او اوضة ازاز، طبعا مش ازاز بس هي مادة كده من زي البلاستيك شوية، بتبقى طبعا يعني حاجة صالحة للصوب الغذائية. وبتقول طبعا بيطلع معاكي الاكل كويس جدا او الخضار او الفاكهة، بتبقى طبعا طازة جدا ومفيدة جدا. هو الموضوع طبعا مش على قد كده بس، لا كمان هي شاطرة جدا في روتينها في البيت، وهنشوف ده طبعا مع بعض واحنا بنكمل الفيديو كده، هنشوف طبعا اهتمامها بكل حاجة. هي بتقول انا عندي بيت صغير، هي عندها طبعا بيتين، بيت في المدينة وبيت كمان وسط الارض بتاعتها عشان تبقى طبعا اخده بالها من كل حاجة. فبتقول يعني انا وسط ده كله مش بنسى بيتي ومش بنسى طبعا اهتمام بيتي وباولادي وكده، زي اي ست برضه بشوف شغلي وكمان بشوف شغل بيتي زي ما احنا شايفين، يعني بقى نظفت البيت، بتكوي الهدوم، بتغسل الهدوم اللي هو حالها حال كل الستات، بتخلص طبعا اللي فراها اول باول، وبتشوف كمان برضو شغلها اللي هو مصدر رزقها بمعنى اصح عشان تهتم بكل حاجة في حياتها. هنا كمان برضو كده كانوا مجمعين مجموعة من الأخشاب وبدأوا طبعا يقطعوها عشان هنشوف طبعا دلوقتي كانوا بيعملوا بيها ايه. تعالوا نشوف هنا كمان برضو اهتمامها هي ومجموعة من الستات بالارض كويس جدا ازاي. زي ما احنا شايفين كده طبعا بتبدأ تروي الارض وتروي كمان كل الاشكار اللي موجودة عندها بالمية، وطبعا بتهتم زي ما قلت لكم طبعا بالاسمده، بتقول ان انا بجيبها من يعني من الانواع الكويسه جدا عشان تطلع معايا محاصيل كويسه، يعني نسبه الحاجه ممكن اللي تكون مثلا تلفه فيها قليله جدا. شايفين برضو هنا بقى كمان الخيار المخلل، حتى الاجانب بيملحوا الخيار زي ما احنا بنعمل بالظبط، وعاملاه طبعا كده مع مجموعه من فصوص الثوم وكمان الاشجار واوراق الشجر زي ما احنا شايفين كده، وبتقول بيبقى طعمه حلو ومميز جدا. هنا كمان برضو بقى يعني وسط الخضره والزرع، بتقول هي دي راحتي النفسية في المكان اللي احنا شايفينه ده مع بعض. ومع ذلك طبعا اهتمامها بحملها زي ما شفنا طبعا ان هي ست بيت، واهتمامها ببيتها وبأولادها وبزوجها وكمان اهتمامها بشكلها، فهي دي طبعا حياتها اللي احنا شايفينها مع بعض. تعالوا نشوف هنا كمان كده برضو مجموعة من الأزهار بعد ما خلاص كبرت وبقى شكل الورد والأزهار دي كلها شكلها حلو جدا، مع طبعا بقى اختلاف الألوان واليعني الروايح اللي احنا شايفينها دي مع بعض. طبعا اتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو هستنى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.